إيليا صدق ربنا وقعد عند النهر ولقى الغربان الصبح تجيب له عيش ولحم، وبالليل كمان مش بجيب له زبادي مش بتخليه يعمل رجيم، لا بالليل كمان عيش ولحمة. ده لما ربنا اللي يبقى عزمك على الغداء هيعزمك على خروف وعلى صبح وظهر وليل لحمة وعيش. بس الحاجة الغريبة انه بعد شوية النهر يبس عشان ما فيش مطر. هو مش انت اللي قلت لي اجي وهشرب من النهر؟ النهر يبس. عارفين إليه ما تخضش خالص، عشان إليه عارف انه طرق ربنا عجيبة، وعارف ان هو لما يقفل باب يفتح باب غيره. وعشان كده النهاردة عايزة اقول لك وعايزة اقول لك، لو النهر اللي في حياتك يبس ما تقلقش ما تخافش، وتقول هو مش انت اللي قلت لي اروح عند النهر؟ هو دي مش كانت مشورتك يا رب وانا رحت عند النهر بمزاجي؟ ما تخافش خالص لو النهر اللي في حياتك يبس، ما تخافيش خالص لو النهر اللي في حياتك يبس، لان راح ربنا على طول لحقه وقال له روح بقى لصرفة التي لصيدون. متاكد يا رب؟ دي البلد دي اللي بيحكمها ابو ايزابل اللي هي عدوتي اللي نفسها تنال من رقبتي. يا ايليا تفكرني انا بتصرف كده زي الحاجات الطبيعيه؟ انت فاكرني ان انا بعمل الامور العاديه؟ روح لصرفة التي لصيدون وانا امرت امراه ارمله ان تعولك هناك. يا رب يا رب ده كتير قوي، دي الطرق عجيبه كتير قوي. ست هي اللي هتقولني وكمان ارمله؟ يعني انت متاكد انه يعني الغربان اهو يعني اهو اختبرتها بس ست وارمله؟ بتهيالي انه ايليا قال في نفسه احتمال الست دي غنيه وارثه بقى جوزها، يعني هروح بقى الاقي واحده مليونيره وارثه من جوزها مبلغ قد كده، وعشان كده هتعولني ايام كتيره. وراح بقى قابل اله المفاجات هناك، اتفاجئ انه راح لقى ست معدمه. عارفين يعني ايه معدمه؟ ما حلتهاش حاجه خالص. بعدين قال لها هاتي لي ميه، وبعدين وهي رايحه تجيب له الميه قال لها هاتي لي كسره خبز، عشان اصل ربنا اللي قال لي انك انت اللي هتقوليني، هو اللي قال لي كده انك انت هتقوليني. قالت له بص لو عايز تعرف الحقيقه انا ما عنديش غير شويه زيت وشويه دقيق، ده انا هعمل بيهم كعكه اكلها انا وابني ونموت. وإليا يمكن في لحظات قال له يا رب مش انت اللي قلت لي ان الست دي هتعولني؟ دي ما عندهاش غير شويه زيت وشويه دقيق، هتعولني ازاي؟ وربنا لحقه في ثانيه، فقال لها بصي روحي اعملي اللي انت بتقوليه، بس هتعملي لي انا كعكه في الاول، علشان اله اسرائيل بيقول الكلام دوت، كلمه ربنا اللي بتقول الكلام دوت، كلمه ربنا هكذا يقول الرب ان قوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. هتشوفي ان كل ما هتعملي بالزيت وبالدقيق دوت كعك وفطاير مش هيخلص لغايه اليوم اللي هيكون فيه مطر. وده اللي اختبرته، انه فضل كوز الزيت لا ينقص وقوار الدقيق لا يفرغ لغايه الوقت اللي جه فيه مطر. طرق ربنا عجيبه، ربنا ما بيتصرفش بالطرق اللي انت عارفها واللي انت فاهمها، لكن الله يأتي بطرق عجيبة بطرق عجيبة. ربنا يفاجئك مفاجآت عجيبة.